ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة حديثة للممثل السوري المعتزلي رباب كنعان، كانت نشرتها هي عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك وأطلت فيها بلوك جديد واعتمدت الشعر الأشقر. وإجت إطلالة كنعان هيدي ويلي اشتهرت بدور وردي بالمسلسل السوري الشهير جميل وهناء بعد فترة من الغياب، وتحديدا من وقت إعلان اعتزال الفن العام الماضي. في موعد بينك وبينه؟ في مواعيد بيني وبينه، عندك مانع؟ بس يظهر الاحتياج جميل. وكانت فاجأة الممثلة السورية متابعينا بتشرين الأول من العام الماضي بقرار اعتزال الفن، وقالت عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي: أعلن اعتزالي. انتشر هيدا الخبر ولاقى تفاعل كبير بين المتابعين، حيث استغرب البعض هيدا القرار والبعض التاني اتمنى للتوفيق والنجاح بحياته الخاصة. قول صباح الخير بالأول. صباح الخير وبس لك، صباح الفل والياسمين والزنبق. قدمت الممثلة رباب كنعان مجموعة من الأدوار الناجحة بالدراما السورية، واشتهرت بشخصية مايا بالمسلسل السوري الفصول الأربعة وبدور وردة بمسلسل جميل وهناء. صلي ساعة عم بقنع بس ما في فايدة. خلاص ماما روحي بدلي تيابك على بين ما نستقبل نحن الضيوف. وكانت شاركت ونجحت الممثلة رباب كنعان بانتخابات فرع دمشق لنقابة الفنانين، ووصلت لعضوية المؤتمر العام بشهر آذار عام 2020، وقالت بحديث لموقع فوشيا بوقتها بأنه من حق كل فنان أنه يكون نائب للفنانين بحال سعى لأن يوصل صوت الفنانين ويحقق المطالب يلي بيحتاجها كل فنان سوري، وأنه يكون قادر على التعامل مع شركات الإنتاج وألا يقوم بتهميش الناس المهمة والقديرة بالوسط الفني، بالإضافة للعناية بأصحاب الاختصاص والخبرة. أي حدا بيقدر يوصل صوت الفنان. وأشارت الممثلة رباب كنعان بأحد اللقاءات الإعلامية الأخيرة إلى بأنه أحد أسباب غيابها كان لظروف مرت فيها، ومن رحيل والدتها وتفرغها لتربية ابنتها الوحيدة جوليا، وأكدت إن ما حتنطر دور أو شخصية جديدة بل ستقوم بخلق خياراتها الخاصة سواء عبر الاتجاه للكتابة أو إدارة مشروع فني أو إنتاج خاص فيها. إن شاء الله في أكثر من شغلة ببالي، يعني حابة أرجع تعمل لي نقلة سواء على صعيد العمر.